عقد مجلس النواب وشورى جلستهما الإجرائية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع كل على حدة، حيث انتخب مجلس الشورى السيد جمال فخر نائبا أول للرئيس والسيدة جميلة سلمان نائبا ثانيا، فيما انتخب مجلس النواب النائب أحمد الملا رئيسا للمجلس والنائب علي العرادي نائبا أول والنائب عبد الحليم مراد نائبا ثاني. يأتي صدور الأمر الملكي بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للتأكيد على أن مسيرة التطور الديمقراطي في البحرين لن تتوقف لتسجل إنجازا جديدا للوطن والشعب يضاف لسجل حافل من الإنجازات ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى الذي انطلق عام 2001. الفصل التشريعي الرابع بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون فصل خير وبركة على البحرين. الأخوة الأعضاء في مجلس النواب خصوصا كمنتخبين كفاءات مكملة لبعضها بعض، والبحرين أشد ما تكون في حاجة مثل هذه الكفاءات. بإذن الله سبحانه وتعالى كما قلت إن شاء الله قطاف هذا الفصل ستأتي تباعا من خلال الأدوار التشريعية بعد كل دور تشريعي. مؤملين كثيرا، الحكومة أكدت في كلمة كلفت بإلقاها أمام المجلسين، أكدت حرصها على التعاون والتكامل مع مجلس النواب ومجلس الشورى لإنجاح العملية التشريعية، وفي بالنسبة لمجلس النواب إنجاح العملية التشريعية والرقابية. نحن إن شاء الله سوف نكون على تواصل دائم مع الأخوان في مجلس النواب، وسوف نهيئ لهم كل سبل إنجاح عملنا الديمقراطي بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. انتهت الجلستان الإجرائيتان لمجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع. مجلس الشورى الذي عقد جلسته برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس انتخب السيد جمال فخر نائبا أول والسيدة جميلة سلمان نائبا ثانيا. أما مجلس النواب فقد بدأ جلسته الإجرائية برئاسة النائب عبد الرحمن بو علي وهو أكبر الأعضاء سنا بمعاونة أصغر الأعضاء سنا وهما النائب محمد الأحمد والنائب فاطمة العصفور، وانتخب المجلس النائب أحمد الملا رئيسا والنائب علي العرادي نائبا أول والنائب عبد الحليم مراد نائبا ثانيا. الآن أقدر أقول بدأ العمل في هذا الفصل الذي نتطلع فيه في مزيد من التعاون بين مجلس النواب وبين الحكومة، وأن يستمر هذا التعاون فيما فيه مصلحة للبحرين وللمواطنين. تواجهنا عدة تحديات في هذا الفصل، أهمها طبعا كما تعلمون سيتم مناقشة برنامج الحكومة، وأيضا سوف يتم مناقشة تقرير ديوان الرغبة المالية وأيضا الحساب الختامي. فنأمل إن شاء الله أن يكون برنامج الحكومة الذي سوف تقدمه الحكومة لمجلس النواب أن يكون في مستوى تطلعات وآمال المواطنين، حتى ممكن أن تحظى الحكومة بثقة مجلس النواب. يعول الكثيرون على المرحلة الحالية من عمر المجلس، لأن المجلس الحالي جاء ليسطر حقبة من العمل البرلماني الجديد نوعا ما في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.